فارس، عايز اسالك الحقيقه عن قصه الاصابات. الاصابات موجوده، لكنه ليه اصابات النادي الاهلي بالتحديد بتشعر انه مثلا واحد يكون عنده جزع مثلا في صوابعه يقول لك عنده كسر، واحد يكون عنده كدمه في الركبه يقول لك عنده رباط صليبي؟ بحس يا رب يكون احساسي غلط وصحح لي، انه في حاله دائما وابدا من التربص لاصابات النادي الاهلي. قول لي لا، احساسك كله غلط يا كابتن، انت بتقول ده مش مظبوط. واخرها قصه وسام امبارح عايزين يجيبوها في حاجه سلوكيه، وبعدين طب ده ركبته طرقعت، لا ده قصبت رجله اتعملت، لا ده مش عارف ايه، لحد ما انا قلت التقرير الصحيح بنسبه 100% وقلت للناس انه وسام موجود في مصر. هفرق بين نوعين التناول، لان اكيد احساس حضرتك مش صح، مش غلط قصدي، انا اسف ولا حاجه، بل بالعكس، هو في نوعين من التناول، التناول الخاص بالجمهور والتناول الخاص بالاعلام وبعض المواقع. نعم. التناول الخاص بالاعلام وبعض المواقع دايما بحس ان هو استباقي في اتجاه الخبر السلبي، وكان انا عايز اقول لو الراجل قلت ان هو سليم خلاص خلصت، انما لو قلت ان هو عنده اصابه او قلت كذا او يعاني من كذا او تكرار اصابه كذا او توقع، فده دايما بيجيب ترافيك، بيخلي الناس تروح للخبر. فالتناول الإعلامي في الأمور الطبية مش مفترض يكون كده، هو مفترض يكون قائم على معلومة طبية بتشخيص طبي واضح، ويكون ده التعامل. هروح بقى لحتة تانية، الجمهور هو ده اللي ربما حضرتك بتلاقي الجمهور بيتفاعل مع الحالة السلبية، وأنا هنا ما بلومش الجمهور بقدر ما بلوم صانع الخبر، لأن الجمهور دايما عايز يطمن. الجمهور دايما حضرتك عارف بتحصل اي اصابه بتلاقي الجمهور دايما كله بيتكلم، هو ايه اللي حصل، طب هو في ايه، طب طمنونا، الجمهور عايز معلومه. طب ممكن بعد اذنك، انا اسف اتفضل يا كابتن، هعمل نفسي ضيف لمده دقيقه. امبارح اول ما جالنا الخبر انا كنت على الهواء، فالزملاء الاعزاء في فريق الاعداد بدانا شغالين على طول الوقت، يعني لازم تجيبوا لنا حد من منتخب فلسطين عشان نبقى عارفين القصه شكلها ايه. رفض كل الزملاء في فلسطين في المنتخب الفلسطيني ان هم يتكلموا وان هم يردوا، لحد بدات الاجتهادات بقى انه ده اتخانق، لا ده ضرب، لا ده الاصابه، لا ده الحدوته، لا 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 لا. فانا قلت للناس يا جماعه من فضلكم اصبروا شويه لحد ما يجي لنا خبر يقين من داخل معسكر المنتخب الفلسطيني ونقول لحضرتك. فلما صبرنا شويه قدرنا نتواصل مع واحد داخل المنتخب الفلسطيني، حد مهم، وقدرنا نتواصل مع حد من داخل الجهاز الطبي في النادي الاهلي، حد مهم، في النهايه نطلع بالمعلومه الصحيحه. ده قصدي طبعا، يعني ليه ما يكونش في صبر بدل مواضيع الهبد والرزع والكلام الفارغ ده عشان في النهايه تطلع معلومه ده هو صحيحة. المفتاح كله في الكلمه اللي حضرتك قلتها، اصبر، ومحدش هيصبر، لان هنا فرق، يعني زي ما بقول لحضرتك ده شكل من اشكال كونفليكت اوف انترستس كده، تضارب المصالح. حضرتك بتعتمد على فكره بتخدم مصالح المشاهد في انه يعرف خبر حقيقي، لان حضرتك بتزعم ان انت هنا طبيعي دي اهدافك، وفعلا على ارض الواقع دي اهدافك، لان دي قناه فئويه مفترض تدي جمهورها الخبر اليقين. نعم. خصوصا ان قناه الاهلي دلوقتي، وده على فكره يا كابتن شوبير دور ما ينفعش ننفيه ابدا على القناه، ومهم جدا نزكيه، الجمهور بدا في الفتره الاخيره، وطبعا اكيد قناه الاهلي اخبارها فيها مصداقيه، بس الفتره الاخيره اعتمد مع حضرتك على فكره ان عند كابتن شوبير الخبر اليقين، الحمد لله. وده حاجه، انا على فكره ده انا واسامه عندنا فكره من زمان فيما يتعلق بالاخبار الكاذبه، ودور قناه الاهلي ان انت لازم تكون اول مصدر طبعاً، واهم طبعاً. مصدر، والمصدر اللي لو في تضارب في التصريحات هنا يكون التصريح الصح. تمام. فحضرتك خدت الواي اللي هو طبيعي الناس حتى لو خارج القناه الفئويه تعمله، بس هو مصالح الاخرين في ده، لا مش مصالح الاخرين في اصبر، مصالح الاخرين اي حد يقول لي اي حاجه حتى لو معدي، مزبوط. عشان نعمل بيها ترند، عشان نعمل ترافيك، عشان الموقع يجيب ترافيك، عشان الصفحه تجيب ترافيك، عشان يبقى فيه فيور شيب عالي، عشان نستفيد. طب هنا حضرتك المبدا ان انا المشاهده او حاجه، ولا المبدا هو صحه الخبر اللي صحة الخبر. حضرتك ايا كان الخبر ده يعجب الجمهور او ما يعجبوش، على فكره كان ممكن الناس تطلع او تقول وسام ما عندوش حاجه، وقد يكون وقتها وسام عنده حاجه، حضرتك كنت هتطلع تقول ايه هنا؟ تطلع تقول الحاله الطبيه الصحيحه لوسام، عشان المتلقي اللي بيثق في حضرتك. فالاهداف مختلفه يا كابتن شوبير، وهنا رساله للجمهور ورساله ايضا للمسؤولين، المسؤولين في النادي الاهلي اعلاميا او في الاداره لازم يكون الدور ده دايما، قناه النادي الاهلي حائط صد الاخبار الكاذبه، وحضرتك شفتك عملت ده في ادوار كتير جدا، والجمهور دايما يكون مرجعيتك هي قناتك، هو اعلامك، هو مركزك الاعلامي، هو موقعك، هي صفحه ناديك. هو طيب، كلام جميل، هاخدك في سكه تانيه. اتفضل يا كابتن.
بس مرتبطه. تمام. وسام ابو علي فيما لو اتضح ان عنده اصابه يغيب مباراه اثنين ثلاثه، ما يغيبش، بس خلينا نفترض انه هيغيب. تمام. تاثير غياب وسام ابو علي على فريق النادي الاهلي الان ومن هو البديل؟ تاثير غياب وسام ابو علي تاثير كبير جدا، خاصه ان انت داخل على منافسات قويه، داخل على دور المجموعات في بطوله افريقيا، داخل على كاس التحدي والانتر كونتيننتال، وطموحاتك ان انت تصل للمباراه النهائيه وتواجه ريال مدريد، ودي طموحات تليق بالنادي الاهلي. وسام علامه مميزه نعم في مشوار النادي الاهلي منذ انضمامه للنادي الاهلي. نعم.